مرحبا بكم في قناة مطبخ تلمسان. اليوم المطبخي لكم وصفة كيك جد اقتصادي بالخبز اليابس وغير زوج حبيبات البيض وتمامتو احلى كيك لعائلتكم وليداتكم تفرحوهم. ماذا بينا نعملوا هذه الوصفات بالخبز اليابس؟ هكذا نقصد ضياعة الخبز اللي عندنا بزاف كاينة في بلادنا. اذا خليكم معايا وتشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة اللي نبداو بها كي نحبوا نوجدوا الكيك هي نقديو على الفرن ديالنا يسخن مليح. انا راني قديت على الفرن ديالي على 180 درجة مئوية باش يسخن لي، ونعاودو نفوتو ندهنوا المول اللي نعملو فيه الكيك. انا دهنت هذا المول تاع الدجاج اللي القطر ديالو 30 سنتيمتر، دهنته مليح بالزبدة ورشيته بشوية تاع لاشابلور كما راكم تشوفوا، ولا تحبوا ترشوه بشوية تاع الفرينة. الكيك تاع اليوم دوك في هذا المول تاع 30 سنتيمتر دوك يجيني شوية هابط، ما يجينيش عالي بزاف. اللي يحب يجيه الكيك عالي يصغر المول. اذا نعاود نمشيو نجيب المقادير تاع الكيكه. والمقادير تاع الكيكه تاع اليوم غير زوج حبات تاع البيض وما فيهاش كامل الفرينه، نعملوها بلا شابلور اللي هي الخبز اليابس. اذا زوج حبات تاع البيض، نص كاس زيت، نص كاس حليب، 3/4 الكوب سكر، وكاس تاع لاشابلور اللي هي الخبز الملحي. اللي يحب يشوف طريقتي اللي نخدم فيها لاشابلور كيفاش نطحنها فا ونسردها بطريقه جد بسيطه، دوك نحط لكم الرابط ديالها صندوق الوصف. كيس تاع خميره الحلويات الوزن ديالها 10 غرام، ملعقه كبيره تاع الكاكاو المر بالطبع. مباشره نفوتوا طريقه التحضير. دائما ماذا بينا في الكيكات نستعملوا الخلاط الكهربائي باش هكذا تجينا خفيفه ومهويه. اذا نعمل زوج حبات تاع البيض، ها هو ده 3/4 تاع الكوب تاع السكر، سعة الكاس تاعي تاع اليوم هاد الكاس كبير تاع ليموناد هو 250 مللتر. نحاول ندرب مليح هاد السكر والبيض حتى يبدا هاد لي خليط. اذا الخليط ديالي نشوفو راه ضعف الحجم ديالو وراه بيض لي في اللون. الان نبدا نكب هاد نص كاس تاع الزيت غير بشويه بشويه ودائما مع التخليط الجيد. كي ندخلو مليح الزيت نفس الشيء نبداو نزيدو بشويه بشويه هاد الحليب. بسم الله. صاي الان كملنا وخلط الحليب، درو صاي كملنا بالباتور. الان نستعملو غير الفوي. اذا نزيد هاد الكاس كامل تاع لاشابلور اللي هو الخبز المرحي ونفدو صفايه، نصفيو هذيك الملعقه تاع الكاكاو. دايما نصفيو الكاكاو باش ما يغبلناش، خاطر فيه دايما هذوك الكويرات. صفينا حتى هذيك الكيس تاع خميره الحلويات غير بالفوي، نخلطو جيدا. اذا نشوفوا القوام تاع الكيك ديالنا خفيف بصح الخبز اليابس دوك يشرب لنا هذا السوائل. اذا نشوفوا القوام تاع الكيكه تاعنا، مباشره نفوتوا نفرغوها في البول ديالنا اللي راه مدهون. هبط كان هذيك الكميه وندخلوا الفرن ديالي يطيب لي حتى اللي يطيب لي من تحت، نعاود نقدي عليه من الفوق باش ينشف لي ويحمر لي غير شويه. بالطبع كي نطحي في قلبو الكيغ دون سيبو ناشف نعرفوا بلي الكيك ديالنا طاب. اذا ندخلوا الفرن ونشوفكم ان شاء الله من بعد اللي يطيب. الوقت اللي يكون يطيب لنا الكيكه في الفرن دو نفوتوا باش نوجدوا صوص الشوكولا. اذا نحتاجوا فيها الى 100 غرام تاع الشوكولا، انا عندي هنا الشوكولاته السوداء، تقدروا تعملوا شوكولاته بالحليب، ونص كاس تاع الحليب البارد نفس الكاس اللي عبرت به المقادير. الكاس ديالي تاع 250 مللتر. اذا نفد شويه تاع الماء باش نعمل هاد الشوكولا والحليب يذوبوا لي حمام ماء لحمام مريم. اذا نعمل الشوكولا نزيد عليها الحليب نحركها حتى يذوب لي الشوكولا، بالطبع نعملهم فوق النار. يعني ندوب هذيك الشوكولا مع الحليب فوق حمام مريم. تقدروا تعملوا هذه العمليه في الميكرويف اللي عنده. اذا نبقى نحرك الشوكولاته ديالي حتى تقرب الدوبلي، ما نخليهاش كامل الدوبلي، كي تقرب الدوبلي نطفي عليه. وهذيك السخانه تعاودي تكملي الحبيبات صغيره كما انا صايره قريبه الدوبلي. الان نطفي عليها، نطفي عليها ونبقى دائما نحرك فيها حتى لي ندوب كامل هذيك القطع تاع الشوكولاته. دلوقتي طافي على الغاز، شوف السخانه ندوبها. لاصوص ديالي صايريها وجدت، شوفوا كام هذوك القطع تاع الشوكولاته راهم دابوا لي. نخليها تبرد حتى الوقت اللي طيب لي الكيكه، نصيبها ان شاء الله بارده. غير دروك خرجت الكيكه ديالي من الفرن صايريها طابت لي، طيتها من تحت كي حسيتها بلي طابت لي من تحت زدت حمرتها شويه من الفوق. شوفوا كي نطحيو كيغدون ها هو ده يخرج لنا ناشف، نعرفوا بلي الكيك ديالنا طاب لي. اذا نخليه شويه يولي لي دافي عاد نكبروا هذيك لاصوص الشوكولا.
اذا الكيك ديالي راه دافي، راه صوص الشوكولا ديالي حتى هي راه بردت لي. شوفوا كيفاش تقلت، شوفوا كيفاش ولا القوام ديالها. دابا نفرغها على الكيك تاعي، اذا نخليه يبرد لي. وهنا التزيين اختياري، تحبوا تزينوه بشويه نواط كوكو، تحبوا جوز، تحبوا تخليوه غير هكذا، داكم الاختيار. اذا نخلي الكيك ديالي يبرد، عاد نقصو الى قطع صغيره ونشوفوه ان شاء الله في طبق التقديم. شوفوا داك الكيك شرب لي كام هذيك لاصوص، خليه يبرد لي عاد نقصو لكم ونحطوه ان شاء الله في طبق التقديم. بالنسبه لنا للتزيين، راني يعني باش نزينو بشويه نواط كوكو، التزيين جد بسيط، نشوفو غير قدح شويه ونخليه يبرد. انا عاد رجعت لكم، خليت الكيك ديالي يبرد لي مليح، حتى برد لي مليح، وعاد قصته. انا قصته اليوم الى مثلثات غير من باب التغيير، راكم شفتوا انا زينتو غير بحشويه تاع نواط كوكو، تزيين جد بسيط. نوريكم كيفاش جا نقل. اذا شوفوا، شوفوا السمك ديالو ما جاش عادي بزاف. قلت لكم في البدايه تاع الفيديو انا رفت المول ديالي 30 سنتيمتر، عليها السمك ديالو جا ناقص، لي يحب السمك ديالو عالي على هادشي يصغر المول، قطرة تاع المول يعملو صغير. جا خفيف بزاف، البنات اللي يدوقوه ما يحسبش كامل اللي عملناه بالخبز اليابس. راكم شفتو غير بزوج حبات تاع البيض وكاس تاع لا شابليغ ونوضو تعملو الكاطو لوليداتكم. اذا شوفوا القوام ديالو، نقصكم بحال القردة، شوفوا يجي خفيف، يجي هديك الصلصة شاربها مش نعرف لا يبالكم، يجي بنين بزاف. نتمنى ان البنات تجربوه، تفرحوا به العائلة ديالكم. كيك جد اقتصادي. الى عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب، وما تنساونيش الدعاوي الخير اللي تسوى عندي الدنيا وما فيها، ونشوفكم في وصفة اخرى ان شاء الله.